دور الإعلام في المشاركة الانتخابية هو عنوان الجلسة الحوارية التي أقيمت يوم الثلاثاء بمقر فوج الكشاف والمرشدات بالمرج بحضور مجموعة من الإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني وبإشراف مكتب الإدارة الانتخابية بالمدينة. جلسة حوارية اليوم في كشاف المرج مع المفوضية العليا للانتخابات مع الإعلاميين بالمدينة مع مؤسسات المجتمع المدني. كانت جلسة حوارية جميلة، شفنا فيها الأخطاء اللي صارت في السابق، فنحاول نحن حنديروا ندوات توعوية خاصة بمدينة المرج مواطنيها بحيث أن ما نقعوش في الأخطاء هذه من جديد مع مؤسسات الإعلام بالمدينة أو مؤسسات المجتمع المدني. المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تقوم بعدة أنشطة تدريبية وتوعوية خلال هذه الفترة استعداداً للاستحقاقات الانتخابية القادمة، سعياً منها إلى تعزيز المشاركة الانتخابية بين شرائح المجتمع وتفعيل دور شركاء المفوضية من إعلاميين ومدونين ونشطاء المجتمع المدني لتوسيع دائرة التوعية الانتخابية. أول اجتماع لنا بوسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، والغرض منها كان بالدرجة الأولى هي سبل التعاون بين المكتب المفوضية العليا للانتخابات من هو مكتب المرج وبين وسائل الإعلام اللي في المدينة وبلدية المرج وبلدية جردس ومؤسسات المجتمع المدني في البلديتين. مناقشات الجلسة تركزت على أربعة محاور هي تقييم دور وسائل الإعلام خلال الانتخابات السابقة إلى جانب التحديات والمشكلات التي تواجه وسائل الإعلام في التواصل مع المفوضية، وكذلك التحديات التي تواجه وسائل الإعلام في أدوار التوعية الانتخابية، إضافة إلى تحديد نقاط العلاقة بين المفوضية ووسائل الإعلام والمسؤولية التوعوية على عاتق الطرفين.